فطرحنا عليه فكرة مبادرة ميادين بلا أسلحة. أعتقد أنه دلوقتي من حق الشعب المصري كله أن يتأكد من خلو كل الميادين من الأسلحة، لأنه في النهاية لا يمكن أن نقبل بوجود اعتصامات مسلحة بمصر، وأنه إذا كانت ثورة 25 يناير وموجاتها الأعظم في 30 يونيو أدت مثال للعالم كله أن السلمية هي الطريق الصحيح، فنحن حتى المعارضين لنا ننصحهم بأن يستخدموا نفس الطريق السلمي. رسائل وتبعتها في المركز او المستشفى. دلوقتي كل 30 ثانية نجيب لك